لقطة الطرد ده كمان كابتن حمد خلصت على المباراة تماما يعني. والله دي الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش يا كريم يعني، وما بنتمناهاش احنا اصلا. محمد نصر ولد صغير مجتهد ولاعيب من اللعيبه كويسه، لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب في نادي كبير. أيوة. وفي حاجات ما ينفعش تحصل احنا ما بنحبهاش اصلا. أيوة. ولا الاعتراض بالشكل ده احنا نقبله. أيوة. وفي الاول وفي الاخر هيبقى في عقوبه طبعا، لكن كل ده برضو زي ما بقول لك عقوبه كابتن حمد من عندكم قبل العقوبه بتاعت المسابقات. طبعا عظيم طبعا. جدا والله. انا والله قلت اسالك السؤال بالصيغه الهاديه دي عشان ما اوتركش اكتر ما انت زعلان. لا لا بس لا والله موقف محترم منكم، عشان هي بصراحه لقطه تضايق يعني، فكره انه يتعدى بالايد على الحكم او يلمس الحكم. انا بقول خبره الولد، وهو ولد صغير. لكن انا بقول هو يعني يمكن دي اول مره تحصل منه، لكن وهي مش مقصوده، لكن ممكن تكون بقى شدد المباريات مش عارف ايه الضغط العصبي اللي الولد بيلعب بيه على طول. محمد نصر بيلعب مباريات كبيره وكتيره مع الفرقه، فممكن تبقى. لكن احنا بنقول برضو ممكن دي يعني هتعلمه، تخليه برضو ان احنا لا احنا ما لا نقبل الكلام ده. احنا نلعب، عايزين نلعب اداء رجولي جدا واداء جيد جدا واداء محترم جدا، لكن في نفس الوقت لا نقبل التجاوزات في اي حق اي حد. اشكرك كابتن حمد. دايما واحنا بنتفرج على الاسماعيلي بنحس ان هو ناقصه مهاجم، يعني الاسماعيلي النمط والشكل اللي بتلعبوا بيه محترم جدا بس ناقصه مهاجم. ليه النهارده مثلا باسم كان موجود على الدكه، ليه ما شفناش باسم؟ ليه المركز ده دايما فيه نقصان في الاسماعيلي؟ بص احنا يعني باسم لسه راجع معانا من 4 ايام. وباسم من اللعيبه الكبار، لكن لسه ممكن ما يعني ما يكونش 100%. لكن زي ما بقول لك احنا قبل ما باسم يجي معانا، احنا اصلا فرقه الاسماعيلي بتلعب من غير فيرود. ايوه. احنا اصلا النادر اصلا مش موجود، ما كانش فيرود اصلا. لكن هنقول بقى حتى الفراوده اللي كانوا موجودين معانا، منهم يا وانور، وده احنا يعني خلاص ده مش معانا. ده كان الفرود رقم واحد، وكان باسم موجود قبل كده وما كانش موجود معانا بقاله 3 شهور. كان بقى في حازم مرسي وكان في ابو بكر، ودول مش موجودين معانا كلهم. فانا بقول ان احنا بنلعب من غير فرود. احنا يعني كابتن ايهاب وقف نادر، فبقى نادر بيشتغل في الحته دي، لكن حتى هي مش مكانه الاصلي. لكن بنحاول على قد ما نقدر كريم نسد الكلام دوت، ولان عندنا بعض المراكز اكيد فيها نقص كريم، لكن بنحاول ان احنا نوفق الفرقه بتاعتنا ونقدر نشتغل في اوقات كتيره جوه المباراه، ما تبقاش انت حاسس الكلام دوت. ربنا معاكم كابتن حمد. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا.